امبارح وعدناكم نخبركم بالتفصيل عن حفل توزيع جوائز كأس انرجي لتكريم اعمال ونجوم دراما رمضان 2019، واللي هي عباره عن قسمين، جوائز استفتاء الجمهور وقسم جوائز لجنه تحكيم اذاعه انرجي، والحفل اقيم في القاهره وحضره عدد كبير من النجوم الصحفيين، لكن دينا الشربيني اللي اخذت جائزه احسن ممثله في مسلسل زي شمس، واحمد السقا حصل على احسن ممثل لمسلسل ولد الغلابه، فكانوا من ابرز النجوم اللي غابوا عن الحضور، لكنهم عملوا الواجب وصوروا فيديو تمت اذاعته في الحفل. انا بشكركم جدا جدا على الجائزه، وبعتذر لكم جدا ان انا كنت هبقى معاكم بس انا مش موجوده وبصور. انا بشكر كاس انرجي للدراما جدا، وبشكر كل حد صوت لي، وبشكر ايناس الشواب جدا جدا. وبجد يعني انا ما بعرفش اتكلم قوي، بس انا مبسوطه جدا بالجائزه دي ومبسوطه للمسلسل قوي، وان شاء الله هتتعوض وابقى معاكم. وبشكر ربنا ده اول حاجه، وبشكركم بجد على الدعم ده ومجدي قوي. طبعا انا سعيد ان انا بحصل على كاس انرجي للدراما. كان نفسي العرض النهارده بس والله العظيم عندي اوفر نايت شوبينج من بالليل للصبح، ده غصب عني. بشكركم وبشكر الساده المستمعين والجمهور اللي في الاستفتاء اللي انا حصلت عليه، هم كانوا السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى. يعني بطلب منهم يدولي ان انا اشرفهم على طول، اعمل اعمال كويسه، اعمل اعمال تمتعهم. كان نفسي ابقى معاكم والله بس غصب عني. شكرا شكرا لكل الساده الحضور، شكرا للقائمين على المحطه، الف 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 شكر، وان شاء الله باذن الله التكريم الجاي والجائزه الجايه.